بعد حادثة مرفأ بيروت الأليمة ومشهد الدمار والخراب والموت والوجع يلي ما عم بخف، بعد هالفاجعة يلي حرقت بيوتنا ومؤسساتنا وقلوبنا، بدي وجه تحية من برنامج المبتكر لأرواح الضحايا ولكل جريح صامد، وكمان لكل المبادرين والمبتكرين يلي شفناهم على أرض بيروت. بيروت عاصمتنا يلي انبنت بتعب حتى بعد 4 آب بعدها بتسوى ذهب، لأنها صارت مصدر وأم الابتكارات. شو السر فيك يا بيروت؟ ليش كل مرة بتنفضي الغبرة عنك وبتقومي؟ ما تعبتي؟ نحن زعلانين ومقهورين عليك، وانت عم تضحكي وتقولي لنا ايه بعد في أمل. نحن مكبلين قدام الفاجعة وانت عم تجمعينا وتوحدينا من كل أنحاء لبنان وعم تحضنينا بدل ما نحن نحضنك. نحن عم نفكر نترك لبنان ونهاجر، وانت جبت الكل عندك من كل أنحاء العالم. شكرا بيروت لأنك نسيتي وجعك وذكرتينا إنه ما لازم نتخلى عن وطننا، هو وموجوع وعم ينزف ومش مزدهر. شكرا بيروت لأنك تنسيتي صورة الدمار تتأكدي لنا إنه نكون لبنانية، يعني نكون صورة عن الصمود والشموخ والابتكار والتجدد. مبتكرين هالمرة كانوا المتطوعين يلي برهنوا إنه الابتكار مش عطول عنده بعد تجاري، وفيه يكون فكرة إلى بعد إنساني ومعنوي. تابعونا بهالحلقة تنتعرف على رواد الأعمال الاجتماعية يلي هن خير دليل وضمانة تنرجع نحيي بيروت ونرجع لبنان أحلى. أهلا وسهلا فيكم بالحلقة الثالثة من برنامج المبتكر على شاشة الأو تي في. موضوعنا الليلة ريادة الأعمال الاجتماعية. تعودت شاركني بالبرنامج زميل الأستاذ كونستانتان سلامة يلي متواجد حاليا بالخارج، بدي وجه له تحية، بعرف أنه عم بيتابعنا. بدي رحب كمان بزميلتي كريستال خليل، عمود من أعمدة باريتك. أنا كثير سعيدة إنه أنت مرافقتيني اليوم بالحلقة كريستال يلي نحن حضرناها سوا. أهلا وسهلا فيكي. كمان بدي رحب بضيوفنا الليلة، مدام رنا أهلا وسهلا فيكي من لابروكانت، وأستاذ حسين سليمان من فايند أنوركس. كمان شركة ناشئة هلا رح نتعرف عليها أكثر. وقت نقول ريادة أعمال اجتماعية بيخطر على بالنا NGOs، منظمات دولية وجمعيات خيرية، بس بالحقيقة الأعمال والقضايا الاجتماعية والإنسانية والتأثير الاجتماعي ممكن يتلاقوا، واللبناني رائد بهالمجال كمان. ما هيك كريستال؟ المشاكل والأزمات يلي عم نعيشها بلبنان، من مشكلة النفايات للتلوث للأزمة الاقتصادية وتبعياتها، هن الدافع الحقيقي وراء مبادرة مبتكرين لبنانيين مثل ضيوفنا يلي معنا بالحلقة. خلينا نتعرف أكثر مع كريستال عن المبادرات الاجتماعية والشركات الناشئة بلبنان، وشو وضع لبنان اذا بدك بالنسبه لهالابتكارات هيدي على الصعيد الاجتماعي. بدي اول شيء اعرف بطريقه كثير مبسطه، اول شيء ثانك يو كارلا فور ذا انتروداكشن. بدي اعرف بطريقه مبسطه عن كونسبت السوشيال انتربرينور شيب او رياده الاعمال الاجتماعيه. هي شركه مبنيه على هدف اجتماعي، يعني نشاطها او منتجاتها او خدماتها بيبنوا المجتمع او البيئه. سوشيال امباكت، بيعملوا سوشيال امباكت، تأثير اجتماعي، مزبوط، وكمان مبنيه على اهداف اقتصاديه تيقدروا، يعني رواد الاعمال او السوشيال انتربرينور بدهم يلاقوا طريقه ينجوا فيها الارباح تيكون في استدامه بالهدف الاجتماعي اللي عم بيحققوه. سو هي الشركه بتدمج الهدف الاجتماعي مع طريقه لجني الارباح تنأمن استدامه. وبدي اقول انه هذا الكونسبت او رياده الاعمال الاجتماعيه موجود بكذا بلد وموضوع عم بيكبر كثير، يعني هلا عم نحكي عن اقتصاد مستدام، وبلبنان عم بيصير اكثر، عم بيكبر اكثر واكثر وعم بينعطى اهميه كثير. خلينا نشوف امثله عن شركات رائده بمجال الاعمال الاجتماعيه. رنا،
خبرينا عن لبروكانت، كيف بلشت؟ كيف طلعت الفكره؟ كيف تاسست؟ وخبرينا هيك عن البدايه، عن اول ما قلعتوا. اوكي، لبروكانت اول شيء هي اكتيفيتي من اكتيفيتيات بجمعيه اركانسيل، هي انيشيتيف بلشت ب 2007. نحن كبروجرام سوسيال او برنامج اجتماعي باركانسيل كنا ناخذ مساعدات عينيه، تيب، غراض، غراض منزلية، مفروشات وهيك، ونعطيهم لأشخاص بحاجة. وبسنة 2007 بلش يجينا غراض. مثلا أول شيء إجينا بتذكر هو سالون لوي 15، وصار يجينا قصص كثير فنتج 100%. فصرنا نقول هدول الأشخاص منهم بحاجة كثير، لألا شو بدنا نعمل فيهم؟ صرنا نحطهم على جنب شوي شوي، بعدين بين إنه في حاجة نعمل هالإنيشيتيف. وهون بأخذت معنا السنة لل 2008، تذكرنا نظمنا وظبطنا لابروكانت ونقلنا على مركزنا بالدمور، وصار عندنا لابروكانت على مساحه 4500 متر مربع. صار في عندنا مفروشات وعندنا ثلاثه تيب دو كليانتيل. مثل ما كنا بلشي على كنا نساعد الاشخاص، يعني يكون في عندنا مفروشات نعطيها لاشخاص عن جد هن بحاجه، وفي عندنا المفروشات اللي هي الفنتج، يكون عندنا عالم كثير بتحب تعمل كوليكسيون بتحب هيك قصص، بيجوا يشتروا ويحطوا مصاري يدفعوا حقها. وهون كنا نعمل عمليه تمويل للبزنس موديل تبعنا للبروكانت. وفي عنا الجزء الثالث اللي هو الاهم يلي طورناه بالبروكانت، هي المشاغل يلي صار في اشخاص ذوي احتياجات خاصه او ذوي اعاقه كانوا عم يشتغلوا بهذه المشاغل. مشاغل هن حف، دهان، نجاره وتنجيد، تا هالاغراض يلي موجودين بيوصلوا لعنا بننجد وبنظبط وبصير عنا مفروشات تنعطيهم لتنباعوا اذا بدك بسعر بس بغطي حق الكلفه لاشخاص تجوزوا جديد او يلي عندهم اوبرج او هيك بحبوا او عندهم شقق بدهم يبيعون اجار وهيك، بيشتروا مفروشات مانا كثير باهظه الثمن ولا يعني سكند يوز او مستعمله 100%. وهيك صارت تتطور لابروكانت. طيب كيف بيعرفوا ممكن يعرفوا عنكم العالم يلي حابه تتبرع يمكن بمفروشاتها او بغراض لبيتها؟ كيف ممكن يعرفوا عنكم؟ كيف بيقدروا يوصلوا لكم؟ او انتم كيف عم توصلوا لهالعالم يلي حابه عن جد تعمل خير وتساعد غيرها؟ نحن دائما اركانسيل في عندنا رقم تليفون بيقدروا يتواصلوا علينا معنا في عبره او على مراكز اركانسيل في بجسر الباشا. وهلا حاليا مع الازمه صار في عندنا كمان كذا، اول شيء كان عندنا مركز الدمور اللي هلا احترق، وبس نحن قدرنا ناخذ في عندنا ثلاث محلات ثانيه عم نقدر نستوعب مفروشات. بدقوا لنا بنتواصل، يا هن بيوصلونا اياهم يا نحن بكاميوناتنا نقدر نحطهم عنا. خلينا نتعرف مع حسين على نوع ثاني من المبادره عن رياده الاعمال الاجتماعيه، مبادره ثانيه بتجمع الشق الصحي والشق الاجتماعي، فايند انرز. حسين خبرنا كيف طلعت الفكره، شو عملتوا ووين وصلتوا اليوم؟ شكرا كارلا على استضافة. اهلا وسهلا فيك. بلشنا من 4 سنين كفايند انرس، مثل كل الشركات الناشئه ببلش بفكره. كانت الفكره انه من اختي ومن قرايبين لإلي بيشتغلوا بقطاع التمريض، وبشوفهم بيعملوا زيارات على البيت ليهتموا بمرضى بعد دواماتهم بالمستشفى، فلاحظنا انه في حاجه كثير كبيره لهيدي الخدمه، وبنفس الوقت المرضين بدهم يقدموا هيدي الخدمه لانه كمان بتامن لهم مدخول اضافي بين دوامات المستشفى. فطلعت الفكرة انه ليه ما بنقدر انه نعمل شركة بهذا الاتجاه. فرحنا عند بيتك، كان في وقتها ماونت لبنان يوث انتربرنورز كومبيتيشن لتقدم دعم مالي ولوجستي للشباب بمنطقة جبل لبنان اللي عندهم افكار. فاجانا وقتها انه فيدباك من المنظمين انه لازم تروحوا ديجيتال، لازم تروحوا اونلاين، لازم تعملوا ابلكيشن تقدروا توصلوا فيها لعدد من المستخدمين اكبر. وبالفعل اول فتره ما سمعنا الكلمه، بس بعدين رجعنا بس شاركنا بكذا برنامج اخذنا هذا النوع من الفيدباك، طورنا الفكره. ب 2017 شاركنا بكومبيتيشن كمان مع البي دي ال مع بنك لبنان. صح، وكمان قدمنا على مصادر تمويليه وقدرنا كمان انه ناسس فريق واطلقنا الخدمه رسميا ب 2018 تقريبا بابريل او بمايو 2018. وهلا حيلا حدا بده خدمه الرعايه الصحيه المنزليه بيقدر يفوت على موقعنا الالكتروني على المنصه الالكترونيه تبعتنا findenurse.org، بيقدر يشوف مين في ممرضين او مقدمين خدمه رعايه الاطفال او رعايه المسنين. بكبسه واحده بيقدر يشوف الاشخاص اللي حواليه، الاسم، العمر، قديش الخبره اللي عندهم اياها،
اهم شيء شو في اهل غيرهم تركوا فيدباك وريفيوز على شو كانت انطباعاتهم بالضبط على كل مقدم على كل مقدم خدمه وقد ايه بياخذوا ومناطقهم وكل هالخبريات. فنحن عم نسهل عمليه الوصول لهذه الخدمه اللي هي خدمه الرعايه الصحيه المنزليه. كريستال بريتك، وفي اكيد مؤسسات وجمعيات ثانيه كانت عم تشتغل كمان على رواد الاعمال الاجتماعيه بلبنان، خبرينا عن دور بريتك، عن البرامج، عن الدعم، عن يعني شو عم بيصير اليوم بلبنان بهذا المجال. بمجاليات الاعمال الاجتماعيه المنظمات اللي بتدعم هذا الموضوع كثير مهمه وكثير صايره ناشطه بلبنان، ومنهم بريتك. يعني بحب اقول انه رنا وحسين ببروجرام معنا اسمه امباكت رايز، الفكره منه هو ممول من السفاره الامريكيه تحت مابي ميدل ايست بارتنرشيب انيشيتيف، هدفه دعم هالشركات يلي عندها هدف اجتماعي تنكبرهم. وكمان بحب اشكر اخصائيين عم بيشتغلوا معنا تا يواكبوا الشركات ويساعدوهم بتطوير اعمالهم. بحب اقول انه كثير اشياء عم بتصير بلبنان، وحتى عم ينطرح مشاريع قوانين لهالنوع الشركات، وعم نشتغل انه نامن صناديق استثمار يلي بهمها تستثمر بشركات مع هدف اجتماعي. انا بلاقي دور البرامج اللي عم نعملها ودور بريتاك كثير مهم، لانه السوشيال انتربرينور اذا بدك they are passionate، يعني عندهم شغف بالمشكله اللي عم بيحلوها وببناء لبنان. وبحب كمان ضوي انه هلا دورهم للسوشيال انتربرينور باعاده بناء لبنان بطريقه مستدامه، اذا عم نحكي بيئه، اذا عم نحكي صحه، يعني تعددت المشاكل. عندنا كثير مشاكل، عندنا كل هالمشاكل، بس هول كمان بدايه وموتيف او داعم يعني تنحولهم لفرص. صح. واللي بيميز اذا بدك بدي اقول يعني اللي بيميز شوي رائد اعمال اجتماعيه عن جمعيه، لانه الجمعيات كمان كثير بيشتغلوا ناشطين بهالمجال، هي موضوع الاستدامه، يعني بيفكروا بطريقه مستدامه. وهون بحب بركي فيكم تقولوا شوي انه شو كان دوركم، كيف كان دوركم بالكرايسيس اللي واجهناها ومن بعد الانفجار كسوشيال انتربرينور. كلا بروكانت اذا بدك هو مثل ما قالت الكونسيبت هو كمان مستدامه، هو في تروا اكسي البروكانت، هي السوسيال انفيرونمون والاقتصادي، الاجتماعي والبيئي والاقتصادي. في الاجتماعي هو مثل ما قلت البارتي اللي بنساعد فيه الاشخاص هن بحاجه لمفروشات 100%، البارتي انفيرونمون البيئي اللي نحن كنا ناخذ اخشاب قصص ما بدهم اياها بيجي على المشاغل عندنا ونحن بنعمل منهم مفروشات وبنقدر نبيعهم او نعطيهم لاشخاص بحاجه. والثالث الاكس او الثالث تقل تبع الكونسيبت تبع المستدام اللي هي الايكونومي الاقتصاد، يلي هو نحن عندنا مشاغل بيشتغلوا فيها اشخاص ذوي اعاقه، بيشتغلوا بحف وتنجيد ونجاره ودهان. سو نحن بهدول الاربعه كمان بنعمل فورماسيون لهول الاشخاص، واشخاص كمان فيها مضبوط تدريب على هدول الاعمال اليدويه اللي ممكن يشتغلوا، بتصير عندهم مثل مهنه حرفيه عم يقدروا يشتغلوا فيها، وبلس بيكونوا عم بيشتغلوا. يعني في عندنا عشرات العيال اللي بتعيش، عم تامنوا لهم فرص عمل. رنا، كيف اثرت حادثه انفجار مرفق بيروت على المبادره تبعكم، على مبادره لبروكانت، وكيف يعني اثرت على استراتيجيه تبعكم بالشغل، وشو التاثير الاجتماعي اللي عملتوه؟ لانه بهالنكبه هيدي بفتكر انه كلنا عنا دور كبير وانتم كمان. لبروكانت اخذت شق جديد اللي هو التصليح. يعني نحن هلا اول ما صارت الكريز رجعنا اعلنا الدوناسيون، رجعنا اعلنا التبرع لكل شيء الكترومناجي، كل شيء اغراض منزليه ممكن ينعازوا، رجعنا نحن فتحنا هذا الباب الدوناسيون. عندنا شبيبه على الارض سوشيال وركرز عم بيعملوا سكريننج لكل الحاجات الموجوده، ونحن عم نقدم نوع خدمتين، هي الاشخاص اللي بطل عندنا مفروشات عم نعطيها مفروشات الاشخاص اللي تبرعوا، والجزء الثاني هو التصليح. هون فتحنا نتورك مع كثير مشاغل ونجاره ومنجدين بيشتغلوا بالموبيليا. يعني كمان عم تخلقوا فرص عمل مش بس اللي عم يشتغلوا معكم بالمباشر، كمان ناس ثانيه مباشره 100%، عم ناخذ المفروشات بنصلحها بنرجع بنرد لهم اياها مضبوطه. اوكي، خلينا نحكي شوي حسين عن المبادره اللي عملتها بالكوفيد 19 او وقت الكورونا. هيدي المبادرة اللي أطلقتها ووصلتها لوزارة الصحة، خبرنا شو صار فيها
وين صرتوا بهذا الموضوع؟ بالفعل اول ما بلش الوباء الكوفيد 19 ينتشر حسينا انه لازم نعمل شيء، وخصوصا ان احنا بالقطاع الصحي وعاده القطاع التمريضي هن اكثر ناس بيكونوا بمواجهه هذا المرض. ففكرنا انه عم ببلش كان يزيد الضغط على المستشفيات، وكان في خوف انه ينعاد السيناريو تبع بعض الدول الاوروبيه منها ايطاليا. فحطينا خطه عمل كمان استشرنا فيها فريق العمل ببيريتك بامباكت رايز، انه هل فينا انه نحن نعمل بطريقه معينه نعمل معالجه لبعض الحالات اللي هي بتكون المايل تو مودريت، يعني الحالات الطفيفه واللي هي ما بدها مستشفى، اللي ممكن تاخذ مكان حدا تاني عايز المستشفى اكثر، هل ممكن انه نحن نعالجهم بالبيت؟ حطينا هذا البروبوزل وبعثناه لاحد المستشارين بالحكومه من خلال كمان بروفيسور بالجامعه الامريكيه، ما لقينا تجاوب، ورجعنا عدلنا فيه كمان مره تانية، قلنا طيب بلكي بنقدر انه نعمل حمله وطنيه لنقدر نعمل ماس تيستينج، نعمل يعني كوفيد 19 بي سي ار للعالم على صعيد لبنان. وقتها كان في بس مستشفى بيروت الحكومه هي اللي عم تعمل كمستشفى يعني بابليك، مستشفى عامه. فقلنا بلكي نحن نقدر نبعث ناس من عنا من الفريق ياخذوا سامبلينج من المحلات البعيده، المحلات النائيه، من المخيمات، وخصوصا انه اليوم للاسف الكوفيد 19 الكورونا عم تعمل نوع من الوصمه للشخص اللي عم ياخذها، عم ينصاب. وبتحسي كمان انه اذا شخص عمل فحص وطلع انه نيجاتيف بيعمل عرس وبيعمل انه حفله، مثل كانه هي يعني كانت عيب لو كان انصاب فيها. فكان هدفنا انه نعمل توعيه ونعمل كمان نحن نبعث نيرسز من عنا اذا لقينا ممولين انه يقدروا يامنوا حق الماتيريال اللي بدهم اياه بقلب التستنج، وبهالطريقه بنقدر عم نامن اوسع تستنج بوسيبل بلبنان. هالمبادره ما لقت تجاوب وقتها، بنتامل انه بلكي وزاره الصحه هلا بما انه عم يرجع فتنا بمرحله الخطر كمان تفكر انه كيف فينا نقدر نوسع. وامبارح كان وزير الصحه عم يحكي انه كيف فينا نزيد عدد الفحوصات. نحن بنعتقد انه الفحوصات بالبيوت هي طريقه كثير فعاله، وخصوصا انه وقت اللي بتشوفي وقت اللي عم بيروحوا يعملوا فحوصات بالمستشفى كيف بيكون العالم كلياتها عجقه. هلا في مستشفيات منا بالخدمه للاسف. بالبيت بيكون في حفاظ على خصوصيه المريض، بيكون في حفاظ كمان على صحتهم من انه ما يكون في كروس انفكشن، ما يعدوا بعض بالمستشفى. خليني الليله عبر برنامج المبتكر وجه نداء لوزير الصحه حتى يرجع يتطلع بهيدي المبادرة، يرجع يبحث فيها، لأنه نحن بدنا نساعد وزارة الصحة، بدنا نساعد المستشفيات، وبدنا نساعد اللبنانية. هيدي مبادرة بتخلي جماعة من فايند انيرس يروحوا على البيت ويعملوا بي سي ار تيست للي عندهم عوارض او اللي عندهم شاكين انه عندهم كورونا، هيك بنخفف الضغط على المستشفيات وبنحافظ بنفس الوقت على خصوصيه المريض، لانه للاسف بيعتبروها مثل وصمه عار، يعني انه حدا عنده كورونا للاسف. فبناشد وزير الصحه عبر هالبرنامج انه يرجع ينظر بهيدي المبادره اللي اطلقوها فايند انيرس. خلينا نكفي شوي ونحكي عن التأثير الاجتماعي اللي صار لليوم كريستال. يعني اليوم صارنا كذا سنة بنحكي أوكي في رواد اجتماعيين، بس شو صار؟ يعني شو أثر وشو عملوا لهلأ؟ صار في، يعني إذا بدي أحكي بنطاق بروجرام واحد اللي هو إمباكت رايز، عنا 16 شركة معنا شاركين، كل حدا عم بيبني لبنان إذا بدي أحكي بطريقة بناء، أو عم بينتج هدف اجتماعي مستدام بطريقة معينة. يعني عم نحكي عالم بقطاع الابسايكلينج ريسايكلينج البيئة، عالم بقطاع الادوكيشن، عالم بقطاع الصحة، كتير عم بيتحرك هيدا الموضوع. بس أكيد بده دعم، بده دعم عن نطاق تمويل، بده دعم عن نطاق مشروع قانون نشجع هالشركات. وكمان بدي ادعي العالم انه تشتري وتنفع هيك شركات، لانه وقت نشتري وننفع هيك شركات بنكون عم نساعدهم تا يعملوا هدف اجتماعي. وبركي حسين ورنا، يعني بتقولوا لنا انتم كسوشيال انتربرينور اكثر شو بدكم، شو بحاجه تنحب توصلوا وايش تنحب هالايكوسيستم بلبنان؟ بالدرجه الاولى مثل ما تفضلتي الاثر الاجتماعي لشركات السوشيال انتربرايزز كثير مهم. نحن كفايند انرز هدفنا بالدرجه الاولى نحسن من نوعيه هذه الخدمه اللي هي
قد تكون احيانا منا كثير منظمه. القطاع الصحي المنزلي بلبنان منه منظم، وبعرف انه النقابه صار فتره عم تحكي بتنظيم هذا القطاع، بس صار فتره طويله وبعد ما يعني بعد ما تنظم. نامل انه قريبا جدا هذا القطاع يتنظم. فبنشوف انه احيانا قد يكون المريض قد ما ياخذ حقوقه بشكل صح، احيانا الممرض يمكن ما ياخذ حقوقه لانه ما في بيكون كونترايات، ما بيكون منا منظم العلاقه بيناتهم. نحن بنحاول قد ما فينا انه نحافظ على صوره الممرض المحترف او المحترفه، وبنفس الوقت نضمن انه هذا المريض كرامته مصونه وعم يحصل على العنايه باحسن طريقه. كفايند انرس كشركه ناشئه بنعتقد انه الشركات اللي مثلنا بالبلد اكيد بحاجه لتمويل، بحاجه لتمويل لتقدر انه تطلع برات لبنان وتكبر، وبنفس الوقت بهالطريقه بنكون عم نامن فرص عمل بلبنان. نحن كشركات بقطاع التكنولوجيا، في شخص يكون عم يشتغل من قلب لبنان عم بنسق اوبريشنز بحيالله محل من الدول العربيه، وهذا التمويل بنعتقد انه افضل اذا اجى من مؤسسات، من خلال مؤسسات مثل باريتك صار عندها خبره كثير طويله بدعم الشركات الناشئه. وخصوصي هلا يعني هلا التمويل ما بكفي انه يجي باللبناني، لازم يكون كمان بالدولار لنغطي مثلا مصاريف التكنولوجي والماركتينج وهالتفاصيل. شكرا حسين. بنكون وصلنا لنهايه اول جزء من حلقتنا، حلقتنا بعد ما خلصت، خليكم معنا بريك ونرجع. بالجزء الثاني من حلقتنا الليله بدي رحب بزميلي استاذ صلاح عواد، وكمان بضيوفنا بالاستوديو مدام نيفين، اهلا وسهلا فيك، مؤسسه شركه تو بتر، استاذ كريستوفر عريضه كمان مؤسس شركه راسيكو، اهلا وسهلا فيكم. انفجار بيروت تسبب باضرار بالبنى التحتيه وكان عنده اثار كثير كبيره على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي والنفسي. في كتير مبادرات أطلقت بهالفترة، منها مبادرة من شركة باريتك بيروت هوب إنيشيتيف تتدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. خلينا نتعرف أكثر على هالمبادرة مع زميلي صلاح. مساء الخير. مساء الخير كارلا. مساء الخير للمشاهدين ولجميع الموجودين معنا اليوم. أول شيء قبل ما بلش أحكي بحب أول شيء أقول تعازينا الحارة لكل أهالي الضحايا اللي وقعوا بتفجير بيروت، ولكل حدا، ونتمنى الشفاء لكل المصابين بهالتفجير الأليم اللي صاب الجميع. وأهم شيء كمان نقدر نشد على إيد كل إنسان تضرر من هالتفجير. بيروت الأمل أو بيروت هوب، مبادرة بيروت هوب من باريتك بلشت من أول يوم من بعد التفجير. التفجير صار نهار الأربعاء، بلش نهار الأربعاء نزلنا على ثلاثة الأربعاء نزلنا على الطريق. كل شخص من قلب باريتك هو جزء من هذا المجتمع اللي نحن فيه. نزلنا على الأرض لنساعد كل حدا تضرر بهالتفجير. نزلنا نساعد بالأكل، بنشيل الردم، نقدر نساعد كناس جزء من هذا النسيج، من هذا المجتمع، لنقدر نخفف ألام هؤلاء الأشخاص، ونقدر نساعد الجرحى، ونقدر نجيب مواد طبية، نقدر نعمل اللي بنقدر نعمله لنساعدهم. بعد يومين ثلاثة من المساعدة فكرنا أنه اليوم باريتك عندها قدرة أكبر لدعم الشركات. في يومن في عندك مؤسسات اجتماعية بتقدر تدعم الناس على الأرض، تأمن لهم مثل الصليب الأحمر، مثل يونيسف، كتير جمعية بتقدر تساعد من ميل الإنسانية على الأرض. بس اليوم عنا دور أكبر، دور نرجع نبني ونعمر عن جديد، نقدر نساعد هالشركات الناشئة والصغيرة، الشركات اللي تأذت بهذا الانفجار، وخاصة نحن عنا البي دي دي، مكتب البي دي دي دمر أغلبه. هذا الشيء كمان اعطانا مسؤوليه اكثر لنوقف حول هالشركات اللي قاعدين عنا بنفس المبنى. فقمنا بهذه الانيشيتيف او هي المبادره لنقدر نساعد هول الشركات اللي بدهم لابتوبات، اللي بدهم خبرات، اللي بنقدر نظبط له المكتب، نقعده بمكتب مؤقت، لنقدر نجيب له مساعده من برا من اي منظمه تقدر تساعده ليظبط شغله، ليقدر يتخطى هذه المرحله، ما يسكر الشركه، ما يسافر من لبنان. هدفنا وهدف المبتكر وهدف هذا البرنامج نقدر نخلي هؤلاء الشباب يضلون قاعدين هون. مساعدة الشركات هي جزء من مسؤوليتنا كباريتك وكناس بقلب هالمجتمع. سو قدرنا نساعدهم. هلأ اليوم نحن أطلقنا هذه المبادرة، هي عبارة عن عدة مراحل. المرحلة الأولى نتصل بهؤلاء الشركات المبادرة والناشئة، الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل ما حكيتي، ونقدر ناخد منهم شو بدهم،
شو الخبرات، شو عايزين، شو تضرروا، نقدر ناخذ منهم، كيف نقدر نساعدهم، كيف نقدر نوصل لهم اموال، يمكن كيف نقدر نجيب لهم قصص تخليهم يمشوا لقدام. من بعد هالمرحله بدنا نرجع نخلق نوع من التواصل مع هالناس، نقدر نجيب فولنتيرز او ناس يقدروا يساعدون على الارض ويجيبوا لهم هول المساعدات اللي عندهم ونتابعهم خلال هالمرحله اللي جاي لنتاكد انه هول رجعوا قلعوا وضلهم بلبنان وضلوا الامل عندهم. امل بيروت هو شيء نحن بندعي له وشيء دائما بنشد على ايد كل صاحب شركه بلبنان انه يكفي لقدام. هلا جزء من الشركات اللي كانوا معنا هن شركات ناشئه بلشوا معنا ببرنامج الثاني اللي حكينا عنه من اسبوعين، الاسبوع الماضي، شركات عم تشتغل بالطاقه بالمياه بالنفايات اعاده التدوير، شو التكنولوجيا النظيفه اللي حكينا عنها بالحلقه الماضيه. اليوم في عنا اشخاص من هول المبادره من هيدا الستارت ابس. في عنا كريستوفر عريضه بلش كمان بالبرنامج الجديد عنا، بنفس الوقت بيقدر يساعد بازمه بيروت. خلينا نتعرف اكثر. يس كريستوف قلنا شوي كيف اول ما طلع تفجير، ثاني يوم ثالث يوم بعرف انتم نزلتوا على الارض، خبرنا كيف تعاملتوا، اول شيء خبرنا عن شركتك شوي، خبرنا كيف تعاملتوا مع الازمه وشو قدرتوا تقدموا خلال هيدي الازمه. اوكي تا خبر شوي عن ريسيكو. نحن عم نشتغل على موضوع فرز النفايات بلبنان واعاده تدويرهم، وحاليا عم نشتغل على مستوعب ذكي بنحط بحيالله شارع او على حيالله جنب طريق، وبياخذ هيدا المستوعب كيس النفايات تبع البيوت وبيفرز كل المواد اللي بنعملها اعاده تدوير بطريقه اوتوماتيكيه. هلا بخصوص انفجار بيروت، مثلنا مثل غير شباب كفريق ريسيكو نزلنا على الطريق وساعدنا مثلنا مثل غيرنا بالتنظيف وبتوزيع المساعدات من ضمنهم الاكل. حاليا عم نجرب ندرس الموضوع اذا فينا نعمل مستوعب ذكي يكون لبيروت ويركب تحت، بس يكون اكيد مناسب لبيروت بحالتها مثل ما هي هلا. تمام تمام. نيفين انت من الميل الثاني، اليوم في عنا اعاده تدوير عم يعملوها ريسيكو، من بعد اعاده تدوير بدنا نخلق شيء جديد من الدمار، من الدمار بدنا نعمل ريكرييشن، اعاده خلق. خبرينا شوي عن شركتك، كيف عم تعملوا هذا اعاده الخلق؟ شو فكره الشركه؟ وشو عم تفكروا تعملوا تساعدوا من بعد ما طلع عنا هالقد دمار، كيف ممكن تستعملوه لاعاده خلق شيء جديد؟ نحن كتوباتر بلشنا بالمبادره هذيك السنه تقريبا بايلول 2019، وكانت فكرتنا الاساسيه بتركز على اعاده تدوير البلاستيك، فنحن كل تركيزنا على البلاستيك، فبناخذ البلاستيك مثلا اذا يلي بيستلمون مثلا كريستوف بهالحاله، وبنرجع بنحولهم وبنعيد تدويرهم، يعني بنفرمهم مثلا لقطع كثير صغار وبنرجع بنصبهم بمكانات ثانيين يلي بتخولنا نقدر نحولهم لبرودكتس او مثلا ديزاينز او تصاميم يلي نقدر نبيعهم للعالم ونقدر نأمن لهم اياهم حتى يقدروا يشوفوا الوجه الثاني انه للبلاستيك. هيدي مش نفايات نحن عم نزدها بالطرقات، بس هيدي البلاستيك يعني مثل مواد اوليه قادرين نعيد تصنيعها حتى نقدر نحولها لشيء عن جد ملون، عن جد شيء حلو تا يقدروا يستفيدوا من العالم ببيوتهم او حتى بمكاتبهم. فمثلا بظروف هيدي الاوضاع اللي قطعنا فيها ببيروت يلي مثلا كمان عم نحاول نحن نفكر انه شو نحن كتوباتر بنقدر منأمن، ف يعني عم تخطرنا كثير افكار بطريقه انه نقدر كل شيء بلاستيك اوريدي موجود مدمر ببيروت وبالمناطق اللي اكثر شيء تضررت ممكن نحن نقدر ناخذها ونرجع من هيدي المواد نرجع نعيد تصنيعها حتى نقدر مثلا ممكن نعمل منها ألواح يقدروا يستعملوها العالم، ممكن نقدر كمان نعيد تصنيعها لحتى نعمل مثلا أثاث منزلية أو أي شيء ممكن يستعمل بالبيت. صلاح، وقتا بنسمع عن مستوعب ذكي لإعادة تدوير النفايات، وقتا بنسمع أنه عم نرجع نعمل من البلاستيك من فتات البلاستيك أشياء نقدر نستعملها صحيح ببيتنا للاستعمال المنزلي إتسترا، خبرنا شو دور التكنولوجيا بريادة الأعمال الاجتماعية؟ لأنه عم شوفها يعني موجودة وين ما كان. صحيح صحيح. اليوم نحن ب 2020 نحن بعد الثورة الاندستريال فورس ريفوليوشن، يعني الثورة الصناعية الرابعة ودخول الارتفيشال انتليجنس الذكاء الاصطناعي قيد التنفيذ، عدة التكنولوجيا صار في عنده دور كبير بحياتنا. وهذا الدور فينا نشوفه عبر الشركات الناشئه، عبر حتى الشركات المتطوره الكبيره
وعبر الشركات اللي تقدر تفوت هذا الشيء للدومين تبعها. لأن نقدر نفوتها شوي أكثر لنسهلها القصص. خلينا نقول اليوم كل واحد منا عنده هذا التليفون الهاتف الذكي بيقدر يستعمله، بيقدر يوصل لأي مطرح بالعالم. سو الكوميونيكيشن التواصل صار أسرع وأسهل، نقدر نستعمل التواصل بالتكنولوجيا لنقدر نوصل للناس اللي ما كنا نقدر نوصل لهم قبل. لناخذ مثلا مثل تفجير بيروت، كان ممكن كانوا قبل يعطوا الارمز جلوبال، يبعثوا بتسمع سفارات الارم. اليوم صار فينا نبعث رسائل عبر التليفون لتحذر من انفجار، لتحذر من اي كارثه طبيعيه، من اي شيء عبر التكنولوجيا، باستعمال التكنولوجيا. اليوم مثلا الصليب الاحمر اللبناني، اليوم اي شيء خاصه بالاجتماع بنقدر نحط لهم ابلكيشن يقدروا يطلبوا دم، يتبرعوا العالم بالدم، يقدروا يعطوا تمويل للشركات الناشئه عبر التليفون عبر التكنولوجيا. كمان نفس الوقت مثل كريستوفر اليوم في يحكينا على الذكاء الاصطناعي كيف استعمله ليقدر ينظم عملية الفرز وإعادة التدوير. سو فرز النفايات منه طريقة سهلة بسرعة، كانوا قبل الناس ينقوا القطع بإيدهم، اليوم عبر الذكاء الاصطناعي بيقدر يحطوا كاميرا بيقدر يفصلوا كل نوع عن الثاني. هذا الذكاء الاصطناعي هو تكنولوجيا خلت أشخاص مثل كريستوفر يطلع بفكر رائدة، فكرة جديدة مبتكرة تقدر تساعد العالم وتخفف المانيوال ليبر. صح هذا الشيء ممكن يأذي يد العاملة، بس عم يفتح كتير شغلات نقدر نشتغل فيها للمستقبل. التكنولوجيا عم بتوقف بعض الأشغال، بس عم تفتح كتير أشغال لناس تتعلم عليها وتنتج أكتر. التكنولوجيا كتير مهمة، نقدر نستفيد لخدمة الإنسان مثل ما حكينا، للزراعة، للصناعة، للنفايات، للبيئة، لكل شيء ممكن نستفيد منه. اليوم وجود التكنولوجيا بإيد الإنسان هو مساعدة لإله ليتطور لقدام. اليوم كل شيء صار على الكلاود، اليوم كل شيء صار يقدر تعملي مش باللوكيشن اللي أنت فيه، فينا نستعيد من خبرات مش بس محلية، عالمية، نستعمل التكنولوجيا لنقدر نفيد الناس الموجودين هون. كريستوفر ونادين ونيفين بدي أسألكم عن التأثير الاجتماعي اللي عملتوه لحديت هلأ. يس أكيد. تخبركم شيء كيف بلشت الفكرة طبعاً. نحن شفنا في ضعف بلبنان بالفرز وبالإعادة التدوير، وأسباب هذا الضعف هو واحد منهم هو قلة التوعية، التكلفة العالية للعمال اللي عم تفرز، والخطر الصحي على العمال اللي عم تفرز بالأخص بهذه الفترة تبع الكورونا. وشفنا من ميلة تانية الذكاء الاصطناعي الـ Artificial Intelligence اللي حكى عنه صلاح، صار عم يستعملوه عالمياً، عم يبلشوا فيه بموضوع فرز النفايات. حبينا نكون نحن من اول شركات بلبنان وبالشرق الاوسط نكون عم نشتغل على هذا الموضوع. ليه؟ لانه الابتكار تبعنا هذا المستوعب الذكي رح يكون عم بيساعد بكل المواضيع اللي حكينا عنها، رح يكون عم بيمنع الخطر الصحي للعمال وحده منهم هيك. وتفجير بيروت اثر على استراتيجيتكم بالتوسع او بالعكس؟ بالعكس، هذا الشيء رح يساعدنا ويمكن يكون اول نموذج لنا يكون ببيروت. وين صرتوا؟ يعني صاروا جمعتين الانفجار، بده بعد شوية شغل لأنه منه شيء هين. وأصلا نحن كنا فايتين مع بيريتك، كنا بعدنا بأول مراحل، بعدنا ريسيرش اند ديفلوبمنت، يعني بعدنا بالبحث، بمرحلة البحث. نحن رح نحاول ناخذ هالشركات ندفشهم أكثر، الشركات اللي بنقدر اليوم ناخذ منها امباكت أكثر، تأثير على المجتمع أكثر، نقدر ندفشها أسرع لتوصل أكثر، لتطبق فكرتها أسرع. رح ناخذ هول الشركات الناشئة وندفشهم لقدام يقدروا ينجوا بأسرع وقت ممكن. نيفين، كيف توصلوا للعالم وشو عملتوا لحديت هلا؟ لحديت هلا نحن يعني عم نشتغل اونلاين على السوشيال ميديا مثل كل الاشخاص، على الانستغرام والفيسبوك. هيدي يعني طريقتنا لهلا حتى نقدر نوصل لاكثر عدد اشخاص. وغير هيك يعني عم نستعمل المجتمع تبعنا يلي وين نحن عايشين. نحن ساكنين ببيروت، فعم نتواصل مع رفقاتنا مع قرايبنا حتى نقدر كنا ناخذ البلاستيك، كل شيء يلي بيستعملوها هن بالبيت من مواد مثلا الاغطيه، الاناني، أنين الشامبو، أنين كل هول الأنين نحن بنستعملهم كبلاستيك. ولحديت اليوم يعني بسبب الأوضاع كمان بلكي
ساعدتنا من قبل، بس إنه تقريبا عدنا تدوير تقريبا 150 كيلو من البلاستيك وقدرنا حولناهن ل different items، مثلا للكوسترز، للباك تاجز، كمان حتى مثل بولات صغار. فقدرنا نحول البلاستيك وكل شيء هيدي المواد ل مثل اذا بدك تقولي منتوجات وابتكارات حتى العالم تقدر تطلع لها بمنظور ثاني. فنحن اكيد يعني هدفنا مش بس نبقى على هذا السكيل الصغير، هدفنا اكيد نكبر اكثر لقدام ونقدر نحسن اكثر باوضاع البيئيه والمواد البلاستيك بلبنان، حتى نقدر نصنع مكانات اكبر اللي بتخولنا نقدر نعمل كمان مثل ما كنت عم بقول الأثاث المنزلي يصير ينعمل من المواد البلاستيك اللي معاد تدويرها. سمعت كتير عن التوسع، نطلع برات لبنان اتسترا، وقت عم نحكي عن رواد الأعمال الاجتماعية ما بتكون محصورة بالبلد، ما بتكون محصورة ببيئتنا. صلاح، في عنا نوعان من النظر نحو هالأمور. تحصريها بالبلد هو الانطلاقة، اليوم لبنان هو انطلاقة لكتير رواد أعمال، بس المشاكل اللي منعيشها منشاركها بعدة حضارات حولنا. المناطق العربية كلها اليوم بتعيش تقريبا نفس المشاكل، اليوم إذا بنطلع مصر على الأردن على الدول اللي حدنا على العراق بيعيشوا نفس المشاكل الاجتماعية اللي احنا بنعاني منها. سو أي فكرة إبداع نقدر نعملها بلبنان نقدر نعملها سكيلينج برا، يعني نقدر نكبرها برا وبنقدر نوصل لعدد أكبر. عدد سكان اليوم لبنان 5 مليون 6 مليون، بنقدر نوصل لهالعدد، بس فينا نطلع لعدد أكبر بالدول العربية اللي فيها عدد سكان أكبر، بالخليج، بمصر، بكل الدول فينا نطبق هذا الشيء. والتكنولوجيا عم بتساعدنا أكتر، تكنولوجيا عبر السوشيال ميديا بنقدر نوصل ويفتحوا الشركات الناشئة، بيقدروا يفتحوا أفرع لهم بالمناطق والدول العربية وبيقدروا يتوسعوا من خلال أماكن بيع، مش هن ينقلوا لبرا، يفتحوا أماكن بيع بقلب هذه المناطق ويقدروا يستفيدوا من نفس المشاكل اللي بتحاوط المنطقة كلها. للأسف مشاكلنا هي ذاتها قصص كتير عم تفرقنا، بس قصص كتير بتجمعنا بالمحيط اللي إلنا. فبعتقد اليوم الدعم مفروض للشركات. فبعتقد كريستوفر بحب أعرف شو نوع الدعم اللي بعد بدكم إياه أنتو، إذا اليوم عندك رسالة لتوجه أنه بدك دعم، شو نوع الدعم اللي بدكم إياه؟ أوكي، نحن هلأ كبلديات بلبنان اللي هي أكتر شيء مركزة تعاون مشاريع إعادة التدوير وفرز النفايات، إمكانياتهم كتير قليلة بالأخص هلأ مع وضع صرف الدولار. فأهم شغلة هي أنه نصير مع تواصل مع الان جي اوز إن كان بلبنان ولا إن كان برا لبنان، لأنه البلديات يمكن مش قادرين يستثمروا بهيك مشاريع حاليا. بركي هول الان جي اوز اللي بيهمهم مشاريع إعادة التدوير بركي هن فيهم يعملوا الاستثمارات بلبنان. شغلة تانية هي أنه نحن بين بعض كعالم نساعد بعض، لأنه إذا العالم إذا ما عم نساعد بعض، إذا العالم ما عم تساعد الشركات الناشئة مثل ما نحن عم نجرب نساعدهم، ما رح فينا نقلع مزبوط ونشتغل مزبوط ونحسن البلد مثل ما لازم. وأكيد أهم شغلة هي التمويل، عايزين تمويل كرمال لنوسع، وأكيد هيدي الشغلة عم تساعدنا فيها باريتك. وبدي أقول بس شغلة صغيرة أخيرة، أنه شغلة كتير رح تفيدنا. حيالة بلدية عايزة هلأ تبلش بمشروع فرز أو إعادة تدوير، نحن حاليا عم نقدم خدمات استشارية، عم نقدم خدمات حملات توعية، وعم نركز على المدارس على الأولاد الصغار لأنه هن الجيل الصاعد. تنشأ لازم تصير، لازم نبلش نعود الأولاد من هن وصغار، لأنه كتير مهم يصيروا يعرفوا بهذه المعلومات. وكمان نحن منصنع حاليا، قبل ما نبلش نصنع بالمستوعب الذكي، عم نصنع المكانات الأساسية لتعمل مشروع معمل فرز، اللي هن مقبس، فرامات، الكونفير بيلت، الاشياء الاساسيه عم نصنعهم باسعار كثير منيحه. فنحن بدنا نجرب نساعد قد ما فينا، والبلديات بيكونوا بالمقابل كمان عم يساعدونا لنوسع شوي شوي. لكن كمان عبر برنامج المبتكر رح نطلق نداء لكل البلديات يلي بهمها تعمل فرز واعاده تدوير لنفاياتها، انه يتواصلوا مع رسيكو، مع كريستوفر، كرمال يقدروا يتساعدوا، لأنه كمان البلديات عندهم دعم. صحيح. يعني وبهمهم هذا المشروع. نيفين، يعني احنا شو المشاكل، شو الشيء اللي بدك تطلبيه عبر برنامج المبتكر؟ صراحة حابة أطلبه. أول شيء يعني عن جد بطلب من العالم، أهم شيء يعني هو مثل ما بيقولوا الفرز بيطلع من المصدر، وهو أهم يعني لهلأ. إذا طول ما نحن قادرين نشدد على فكرة إعادة التدوير من البيت ومن الشركات، يعني منكون شلنا
يعني بنكون عم نحل ازمه كثير كبيره للنفايات بقلب لبنان كلها اجمالا، وعم نحاول قد ما فينا تنحسن الوضع للبيئه تبعيتنا. فانا بطلب عن جد من العالم، وكنا دائما ثرو تو باتري عم نحاول نوعي على هيدي الفكره، انه يحاولوا يفرزوا قد ما فيهم، لانه هيدي رح كثير تخفف علينا المشاكل لبعدين. وكمان يعني مثل ما كان عم بيقول كريستوف، انه اذا في مساعدات من الان جي اوز والبلديات بخصوص هيدي الفكره، لانه هي يعني هلا هن موجودين قبلنا بقلب بلبنان، فعندهم هن المصادر وعندهم مثل الكونكشنز والتواصل يلي بيقدروا بيخلونا حتى نقدر نحن نوصل لاكبر عدد ممكن، وحتى نقدر نساعد كمان باعاده فرز البلاستيك بحالتنا بشكل اكبر. فممكن نحن بنكون عم نفيد لبنان وعم نفيد كمان بحل هيدي المشكل. وكمان يعني للاسف يعني نحن لانه بلشنا بعيلو 2019، من اول ما بلشنا بلشت المشاكل وبلشت المشاكل علينا، وما قدرنا كمان نوسع ونكبر مثل ما عن جد نحن كان بنفسنا، وعن جد بعدنا لهلا شغوفين انه لا منا نكبر ومنا نكبر، لانه عن جد يعني يلي منشوفه قادرين نحن نقدر نعمله بلبنان فينا نقدر نوصل لمحل، بس يعني عايزين المساعدة. وياريت ياريت يعني كلنا قادرين نعمل شيء بلبنان وحتى نوصل لشيء. فيعني ما بعرف يعني ان شاء الله نقدر نوصل. واكيد يعني هذا هو هدف البرنامج كمان اصلا، يعني بريتك هلا كمان ذا بيك سورس لنا وبكبش حتى نقدر نكمل لقدام. فان شاء الله ان شاء الله يعني نقدر نعمل يلي نحن بفكرنا فيه. نيفين هاشم وكريستوفر عقيدة، بدي اتشكركم لوجودكم معنا، بدي هنيكم على هالهمه وعلى هالشغل اللي عم تعملوه. صلاح بتشكرك انه تساعدنا، انه كنت معي الليله وانه تساعدنا سوا لنحضر هالحلقه. بنية هالحلقة بدي أتشكر كل المشاهدين يلي رافقونا الليلة والضيوف يلي كانوا معنا باستوديو، وبدي أذكركم بهاشتاك المبتكر تنضلنا على تواصل. وبحب أتوجه لشبات وشباب لبنان تقلكن إنه بلدنا ما بيرجع أحلى بلاكن، وما بيرجع أقوى بلا قدراتكن، وما بيزدهر بلا همتكن ومبادراتكن. انطرونا بالحلقة الجاية من برنامج المبتكر، وتصبحوا على خير.